شفتي في سبور اوفيسيال. إذن على بركة الله متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. بالضبط كنتواجدوا الآن بمدرسة المجد لكرة القدم، مدرسة اللي أسهر على التأسيس ديالها المرحوم عبد القادر أيتوبا. عبد القادر أيتوبا ذاكرة ما يمكنش تمحى. عبد القادر أيتوبا اللاعب اللي عفوا المؤطر الرياضي اللي الاسم ديالو بقى منقوش في ذاكرة الفضاليين بمدينة المحمدية. كان عنده واحد التاريخ واحد السمعة طيبة، ساهم في تأطير وتكوين عدد ديال اللاعبين الكبار اللي ساهموا في لعبوا عفوا في فريق شباب المحمدية وخلاو واحد البصمه ديالهم. المؤطر اللي ضحى بشكل كبير مع فريق شباب المحمديه وعنده واحد الدور كبير. جينا اليوم باش نعاودوا نحيو الذاكره ديال ايتوبا عبد القادر، معنا الابن ديالو البار سي الحسين ايتوبا، ومعنا اللاعب الدولي السابق سي اللبان اللي دوز واحد المرحلة زوينة وعاشر المرحوم أيتوبا في العصر الذهبي، العصر الجميل في تاريخ كرة القدم بمدينة المحمدية. نخليو الكلمة أولا للحسين أيتوبا الابن البار لبا عبد القادر التاريخ الحي بمدينة المحمدية. تحياتي للشوف تي في على هذه البادرة هذه اللي اليوم ارتأت أن تحيي واحد الذاكرة فضالية، ذاكرة اللي ربما الأغلبية ديال الناس الفضالة يعني كيقولوا لك الأب الروحي، وهذا احنا ما كيزيدنا إلا فخر أننا كننتميو لهذه العائلة ديال أيتوبا عبد القادر، لأن اليوم الحمد لله واحد الإرث اللي خلاه المرحوم عبد القادر عرفناه عن طريق الناس اللي كيحبوا بعض القادر. عرفنا شنو قيمة هذا الراجل واشنو خلى هذا الراجل لهذه المدينة هذه. يعني احنا بالنسبة لنا كأبناء ديالو من الصلب ديالو ما علينا إلا نكونوا فخورين بما قدمه المرحوم لأبناء المحمدية والمدينة المحمدية وللأجيال اللي جاية، لأن كما كنقولوا يمكن الإنسان من كيموت كيبقى واحد العمل اللي قدموه، كيبقى واحد الابن لهذا اللي كيدعي ليه، كيبقى واحد واحد العلم ينتفع به كيف ما هكذا. الحمد لله بعض قادر هذه المسائل هذه لمسناها احنا كابناء ديالو، لمسناها في هاد الحياه ديالنا اليوميه، الحياه ديالنا اليوميه اللي خلاتنا اننا تلاقينا بناس اللي ربما كنا غير كنسمعوا عليهم، كنا غير كنسمعوا عليهم، لان كانت العلاقه ديالنا حنا مع بو عبد القادر ماشي بحال العلاقه ديالو اللي كانت عنده مع الناس ديال برا. حنا الابناء ديالو يعني كنت الدار يعني كيجي للبيت ديالو يعني كيمارس ديك كما كنقولوا المهام ديالو كاب في, في في البيت، ولكن بو عبد القادر اللي بغى يعرفه هو برا البيت. الحمد لله اننا حنا اليوم منين خدينا المشعل ديال هذه المدرسه هذه اننا نكملوها، عاد بدينا كنحسوا باشنو داير با عبد القادر. يعني راه واحد الحمل ثقيل، حمل ثقيل علينا حنايا باش اننا نحافظوا على داكشي اللي خلى المرحوم با عبد القادر. ولكن الحمد لله، الحمد لله كنقولها ونعاود نقولها، ان ذاك الحب ديال الناس، الحب ديال الناس اللي حبوا بو عبد القادر باخلاص يمكن كيخلينا حنا اننا نزيدوا نعطيو الجهد ديالنا باش حتى حنا ولو على الاقل نوصلوا داك شويه داك من داك الشيء اللي دار بو عبد القادر. وهنا يمكن اليوم
حتى هذه المبادره اللي اليوم من الاخوان ديال شوف تي في كتخليك تحس بان ثقافه الاعتراف كاينه عند واحد نوعيه الناس، كاينه رغم انها مفقوده في مدينه المحمديه، ولكن كما كنقولوا حنا الناس اللي حبوا بعض القدر ديك ثقافه الاعتراف كتجيك بحال واحد التاج كتبقى فوق راسنا. اذا تحياتي ونتمنى الخير ليكم، ونتمنى الرحمه والمغفره للمرحوم بعض القادر ولجميع موتى المسلمين، ونطلب الله الله يعطينا كما كنقولوا ديك القوه باش اننا نحافظوا على ذاك الارث اللي خلى المرحوم بعض القادر. اكيد سي حسين، من بعد الوفاه ديال المرحوم بعض القادر انفتحتي على الافاق ديال كره القدم، السير ديالك ديال مدرسه المجد، ولات عندك علاقات كثيره مع مجموعه ديال اللاعبين. شكون اللي بان في الواجهه وعرفتي بانه كان من بين اللاعبين اللي اكتشفهم بعض القادر؟ من بين اللاعبين احنا ما غاديش لا، بالنسبه للصيله ديال حسين يتوبا لنا باش نعطيك كما كيقولوا المسار ديالي انا بعدا في الحياه ديالي اليوميه، انني راه كنخرج في الصباح كنمشي للعمل ديالي، راه ما كنجي حتى للعشيه. يمكن المدرسه المجد فتحت لي واحد الباب انني ديال المعرفه بالاشخاص، والمعرفه حتى بما يدور في المحيط الرياضي. هو في واحد الوقيته حقيقه، في واحد الوقيته راه كنت كنقول اش داني لان الحقيقه صعيبه. الحقيقه ديال الرياضه في مدينه المحمديه صعيبه، يعني الواقع اللي كاين راه صعيب، ولكن كيبقى دائما واحد ديك اللي كنقولوا حنا ديك النافذه اللي كتعطيك داك واحد الاشعاع كتخليك كتقول دائما كاين واحد الامل، لان كاينين ناس زوينين، كاينين ناس مزيانين، كاينين ناس اللي كيحبهم الله، كاينين الناس اللي كيحبوا الخير للاخر، رغم ان كاين واحد الفئه سامحهم الله كما كنقولوا حنا، لانني انا بالنسبه ليا كان عندي كل شيء بحال، ولكن ملي دخلت الميدان ديال التسيير مدرسه المجد عاد بدا يبان لي الفرق ما بين ناس وناس. ولكن هذا ما كيمنعش ان ما دامت هناك حياه الا وهناك خير. اذا حنا دائما كنتشبتوا بالخير في دوك الناس اللي باقين كيقولوا بعض قادر دار، بعض قادر ربى، بعض قادر عطى، بعض قادر. اذا دائما كاين خير، وحنا في ذاك الخير اللي غنبقاو غاديين به. شكرا سي لا شكرا على واجب. الكلمه الان لسي لبان. سي لبان، هو الصندوق ديال الاسرار ديال باب قادر، انت كنتي الصديق ديالو، عاشتي في واحد الفتره ذهبيه، كتعرف ليه شي حوايج اللي ما كنعرفوهمش حنا. الا سولناك على باب قادر. الا سولتيني على باب قادر كنطلب له بعدا كمية الرحمه، الله يرحمه برحمه الله، اللهم تعالى يرحمه ويحل ابواب الجنه في وجهه، ونطلب الله سبحانه وتعالى يجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله يرحمه برحمه الله، الله يرحمه برحمه الله، الله يرحمه برحمه الله. اما بعض قدر الله يرحمه كان رجل طيب، كان رجل اللي كان كيضحي في الوقت اللي ما كانش حتى اللعاب كيكسب ما يلبس الملابس ديالو، وكان من الناس اللي كان عام موظف بسيط، وكان كيتهلا في اللي شافو ما عنده شيء كيشري ليه، يشري ليه صباط، يشري ليه سبرديله، يشري ليه مع الناس اللي كانوا معاه في المكتب ديالو ديال اللي مقابلين الميني من الكادي جينيور. هو الوحيد اللي كيتريني بميني وكادي وجينيور، وغادي نقول لك شحال كان كيربح، لان هذا ما هذا السر ديالو. غادي نعطيك مثال دابا حاليا، كتلقى دابا كاع الفروق اللي كاينه كتلقى عندهم مدرب ديال المينيم، عندهم مدرب ديال الكادي، عندهم مدرب ديال الجينيور.
وكل واحد كاين اللي كيربح 3000 درهم، كاين اللي كيربح 2000 درهم، كاين اللي كيربح 5000 درهم. اما بعض القدر شحال كان كيربح؟ كيتريني بالمينيمو الكارديو جينيور كان كيربح 200 درهم. وهو كيخسر من جيبو على هذوك، على هذوك هذوك اللعابه اللي ضعاف وكثار منها بزاف عاد. وكان راجل اللي مؤدب ومخلق، وكان عنده القلب ديالو هشيش، الا شاف على شي حاجه بعد خطرات كيبكي، ماشي كي دغيا كيطيحوا ليه الدموع على. وانا كنقول بان شباب محمديه ما عمر ما اعترفت ليه بالجميل ديالو هنا كاين في المحمديه، ضحى اللي ما ضحى حتى شي واحد هنا كاين. انا كنتحدى اي انسان، واخا كاينين بعض الناس اللي داتوا الله يرحمهم برحمه الله، كانوا والناس بسطاء، وكانوا الناس اللي كان الرباعيه ما كيديوهاش من الفرقه، الرباعيه ما كيهزوهاش من الفرقه. وهذوك الناس الله يرحمهم برحمه الله، ومعهم باب قدر الله يرحمه برحمه الله، راجل كان طيب، كان مدرب له، عنده كفاءه، ما كان يحسبوا، انا حاسبه من المدربين اللي دازوا في المغرب، منهم باب قدر، منهم ديال اللي كان كيتريني بالمينيم كادي جينيور في ديال الرازا، ولا ديال الوداد، ولا ديال الكاك الصويري الله يرحمه برحمه الله، ولا هذاك الشيء العربي الزاولي الله يرحمه برحمه الله. الناس اللي ضحات بدوني باش يديروا في جيوبهم. اما المحمديه ما اعترفاتش بالجميل ديال، انا كان ما اعترفاتش بالجميل ديال باب قطر، ما اعترفاتش لي بان. كنقول لك انا كنتحدى اي واحد هنا كاين، ولو على الاقل على الاقل على الاقل يديروا لي ذكرى ديالو، لانه وهذوك اللعابه نيت اللي اسمو انا كان، انا دائما كان هما حتى هما حتى هما ما 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 ماشي الناس اللي في المثال يذكروه ولا يقولوا هذاك السيد راه وقف معنا ملي كنا باقيين صغار، وبينا ضحى معنا ودار حتى واحد فيهم. فاش كتجلى التضحيات اللي ضحى باب قدر مع طريق شباب محمد؟ ضحى، انا كنقول لك ضحى اكثر من البريزيدون ديال 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 ديال, ديال الفرقه، يكون بالمال ديالو ولا يكون. واش كاين شي مدرب مدرب اللي يبقى بالمينيم كادي جينيور وانت تعطيه ويخسر من جيبه وتعطيه انت كل هذاك الجيل ديال الستين والسبعينات كل شيء داز عنده، تعطيه 200 درهم ديال ويخسر هو اكثر منها، ومات في الاخير ما تقدرش في المثال دير له واحد التكريم ديالو، تكريم يكون كبير ماشي صغير، ماشي هذا. هذوك اللعابه كلهم اللي دازوا عندهم السميات شكون اللي طلعهم؟ هو باب قدر الله يرحمه. قدروا نذكروا بعض الاسماء اللي اكتشفوا؟ كلهم اللي دازوا في الستينات والسبعينات، كلهم دازوا في السبعينات، اللي عندهم كلهم السميات في الشباب المحمديه، كلهم دازوا عند باب قدر، كلهم ما كاينش فيهم اللي ما داز، ما خطا بعض الافراد اللي كان في المثال الى حيد قول جا قول من 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 فرقة أخرى، جات شباب ولعب في هذيك العامين ولا عام ولا شنو هو مشى. أما الهرم كله ديال 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 شباب محمد، ديال اللعابة كلهم اللي عندهم السميات كلهم دازوا عند باب قدر. على الأقل هذوك اللعابة ما كيتفكروش، هاد المسيرين ما تفكروا لا اللعابة القدام ولا ما تفكروا حتى باب قدر، وما تفكروش حتى اللعابه اللي ضحوا. اشنا هو كان معنا، انا كلاعب ديال المحمديه انا دائما كنلوم المسؤولين اللي دازوا كلهم في التسيير ديال شباب المحمديه، ما كاينش فيهم اللي عمره شاف هاد اللعابه شنا هو، هاد اللعابه شنا هو، هاد اللعاب. كاين لعاب اللي كيحشم ما كيوصلش يطلب، كاين لعاب اللي مسنطح كيمشي يطلب، وكاين اللي مخصوص. وانا كنقول دائما كنقول هذوك اللعابه اللي كي في المثال اللي مخصوصين، على الاقل على كل واحد كل عام نصيفط واحد ولا جوج يمشي للحج، ما نعطيش الفلوس، نصيفطو للحج
منها رحمه لهذاك اللي عطى، منها لهذاك السي لهذاك لهذاك اللعاب حتى هو يفرح باش يمشي لواحد المكان اللي ديال الرحمه وديال الغفران. ما كاينش هادشي هنا في محمديه. محمديه ما عمرها ما دركات ما عمر ما دركات كوميتي صحيح. انا كنقول شكون هما اللي واحد داز بريزيدون وكان كيخسر الفلوس، هو الزياتي اللي مات الله يرحمه. وشكون هو اللي قد الشباب قدوها؟ هو بحال باب قادر كيطلع لهم لعابه هما كيستغلوهم واحد المده، نهار اللي سالي كيقول لي الله عاوننا وعاونك. كان فين ما كاينين كانوا كيدوزوا الماتشات، كان لي تيران فاغ موجودين هنا في محمديه، وكانت الكوميتي ديال لي جون ومعاهم هو كيمشيو يتفرجوا في اللعابه فين ما بان لهم شي لعاب باقي صغير ديال 14 عام ولا ديال اسمو كيعيطوا عليه اش كيخسروا عليه هذيك الساعه، كيعطوه بون كيمشي عند المجدوبي الله يرحمه الصوار المصور ديالو كي ويقول بلا ريال بلا جوج بلا يديك بلا يخليك. وهذوك اللعابه راهما وصلوا تبارك الله، كاين اللي مشى ليكيب ناسيونال، كاين اللي مشى، ولكن شكون هو المربي؟ المربي هو بعض قدر الله يرحمه، ولكن على الاقل يقولوا هذا فلان اللي لعب هذا فلان، وعلى الاقل شكون هو اللي رباهم؟ فلان على الاقل ندير ليه نعيط واحد الماتش يكون كبير ويديروه ليه، ماشي على الفلوس، على الاقل عيل ذكرى بان هذا السيد راه كان. اش بقى الاسم ديالو؟ الاسم ديالو حي في ماشي، ولات غادي نطلب الله يهديهم الله يهديهم، لانه الشباب دابا الان انا كان مازال كان الشباب دوجات سميه كبيره ما كتكسبش لوكال فين 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 تعلق جالوقه ديال الكوب ولا ديال شي حاجه ما عندها شيء. هذا يقول لي انا دازت الشباب دازت اي دوجات لعابه، ولكن ما دوجات مسيرين في المجتمع. في كاين وسائل لعيب نقولهم لان بنبوح بهم وانا على علم بهم لي بروف ديالي في الشباب، ما دوجات انا كنقول ما دوجاتش كوميتي الا كانوا بعض الناس اللي كانوا جات واحد الوقت كانوا مسيرين ما كانش فيهم اللي كان كيبرك كاين يجي ما يشربش كاس القهوه ديال الفرقه. الشهاده لله كاينين الناس الله يرحمهم ما كانش كاس تاتاي كيشربوا ديال، وكاينين الناس اللي كانوا كينعسوا في لوطيلات وكيتبرعوا وكل شيء وكيقولوا الفاكتوره على الشباب. وكلهم راه كاينين الناس راه كاينين اللعابه راه كلهم، انا كنقول لك اللعابه القدام راه كلهم على علم بهذا. لاعبي الشباب المحمديه اللي كانوا الدعامه الاساسيه ديال المنتخب 76 كانوا منهم اسماء من ابناء باب قادر، فيهم لعابه ديال باب قادر هذو اسماء. اي كاين فراس، كاين اسيله، كاين كاين حدادي، كاين اسمو هذا ابراهيم قلاوه، هادو كاع كلهم كنت تربيه كل ليكيب كانت ديال باب قد. اما كنقول لك كان لعاب 11 لعاب اللي كتلعب في الشباب كانت كلهم دازوا عنده، الا بعد ملي كيكون شي حارس في المثال عيام ولا اسمو كان كيجي شي حارس من مدينه اخرى بحال الداي بحال اسمو بكار ديال الوداد بحال فهمتيني كيجي كيلعب ديك عامين ولا شنو هي وكيمشي يمشي في حالاته. اما كلشي اللعابه دازو ديال باب قادر، ماشي بنادم ما ينكر شيء. على الاقل ندير له ذكرى بعدا كاين ياو يعيطوا على وليداتو يتذكروا معاهم، وحيت ولادو ما كانوش حاضرين لهذا الشيء باش حتى هما يفرحوا يقولوا بانا راه تفكروه وداروه هذا. وحنا حنا في المغرب عيل اللي مسكين خدم وتمحن ومات وكل شيء الله يرحمه برحمه الله ونجي لك اكثر من هذا. كاينين النهار اللي توفى كاينين اللعابه اللي ما مشاوش يشوفوه ونجي لك اكثر من هذا.
كاينين اللعابه اللي لعبوا هاد لعبوا 12 عام و10 سنين و8 سنين واسمو وماتوا، وكاين اللي مريض ما مشاوش يشوفوه ومشى مات وما مشاوش ومشاو لعندو. انا كان هذا نقول هاد الوسائل ماشي غادي، وكلهم اللعابه فيهم الناس اللي فيهم قلال اللي فيهم النفس، وفيهم الناس اللي كل شيء كيما تيديه. نتكلموا على مدرسة المجد، شمن تاريخ تكونت مدرسة المجد؟ كيفاش جا التكوين ديالها؟ هو أنا ما عرفتش بالتأسيس ديالها، ولكن عارف أشنا هو، كان هو الوحيد هنا كينيا اللي عنده المدرسة ديالو هنا كينيا في كانت أول مدرسة بمدينة ديال المحمدية، هو الوحيد اللي كان داير المدرسة هنا كينيا. عام 1984 هكا كينيا 85 هكا. ما كانت حتى شي مدرسة نهائيا هنا كينيا. وسمعت وقيلة أول مدرسة على الصعيد الوطني. يمكن أنا كنقول لك، ولكن هو من الأولين، أنا كنقول لك من المربيين الأولين اللي هنا في المغرب. لا هو أنا كان اللي كنعرفهم لا ديال قنيطرة الصويري ولا باب قادر ولا اللي كان في الراك ولا اللي كان في الوداد وكان في الرازة، هادو الناس اللي كان والعربي الجاولي الله يرحمه برحمته الله، هادو من الناس اللي ضحاو بزاف مع الدراري، وهما اللي طلعوا الطاس. كانت فرقة كل عام كتلقى أربعة خمسة لعابة عندهم جداد من الشباب، من هذا ديال الطاس. أنا علاش؟ لأن كان عندهم مدرب بحال مثال ديال باب قادر كل عام كتلقى جوج ثلاثة لعابة موجودين على الاقل، كتلقاه في ليكيب بريمير رومبلاسون، وماشي هذاك كيصنع وكيعطي القسم ديال الشباب المحمديه. ماشي بنادم ما خصش هاد اي مسألة كندوي على تاع على محمد، اي مدينه في اي فريق كل من هو اللي ضحى وكل شيء، ماشي بنادم ما يعرفو شيء، خصو يعرف هذاك السيد راه ضحى. راه كاين اللي كيسيروا الدراري كثر من البريزيدون، كيضحيوا كثر من البريزيدون ديال الفرقه. نكونوا واقعيين، الناس اللي كانوا كيحرصوا يمشيوا نهار الجمعه ولا نهار السبت ولا كيتفرجوا في الدراري الصغار وكل شيء، وكينقبوا على الدراري واسمو، وكيوقفوا معاهم وكيصوبوا لهم اوراق ديالهم ويصوبوا. ولكن هذا بنادم صافي عامات صافي الله يرحمه برحمه الله، على الاقل انا نعرف على البريزيدون اللي كاين، البريزيدون هو اللي كيصنع الفرقه. راه كاينين تحت منه الناس اللي كيتمحنوا وما باينين شيء، ولكن هذا هو الضرر ديال اللي كاين. انا اللي على حسب النظريه ديالي هذا هو الضرر اللي طاري تقريبا على ما كنظن في الفرق اللي كان بكري هكا، كانوا الناس اللي كيتمحنوا في الخفاء، وكتلقى داك انا كنعقل كانوا تالي بريزيدون. انا غادي نزيد اكثر من هذا، كانت الشامبيون ديال المينيم كادي جينيور فين كانت في الدار البيضاء كيلعبوا، شكون اللي كان كيجي يتفرج؟ كان كيجي بريزيدون ديال الوداد، بريزيدون ديال الرجاء، ديال الراك، يتفرجوا في المينيم كادي جينيور، وكيبانوا لهم اللعابه من ديال الفرق ديالهم، وكيقول لي انت غادي تمشي. كان كادي كيقول لي غتمشي تريني مع الجينيور، كان جينيور كيقول لي غادي تطلع تريني مع ليكيب بريمير، وملي كل ماتش ديال الجينيور لاعب كيلعب ولكن يتريني مع ليكيب. ما داكشي ما بقاش كاين دابا، شي واحد اللي كيقول لك انا غادي نشوف المينيم كيفاش كتلعب ولا الكادي كيفاش كتلعب ولا ما كاين شيء عندنا، ما بقاش هذاك. دابا محمد اليوم بقاش كتنجب لاعبين، ما كاين ما كتنجب دابا محمد، ما دابا حيت ما بقوش مؤطرين، ما كاينش مؤطر دابا حاليا. شتي انا كنتحدى اي واحد هنا كاينين، ما عمرهم ما باقيين يلقاو هذوك المسيرين اللي كانوا مقابلين دوك لي جون الشكل ديال باب قدر، وما عمرهم ما باقيين يلقاو باب قدر اخر في التسيير ديالو نهائيا. انا كنتحدى اي واحد فيهم هنا كاينين، فين يلقاو بحال هذوك؟ هذاك الناس اللعابه كانوا واخا كانوا مؤدبين باقيين صغار وكل شيء، وكيجيو مجال
كيترباو تاني مع هادوك الناس ومع با عبد القادر كانه هو استاذ ديال القسم ديال الدراسه ديال الرياضه ديال كره القدم. ما عمرهم ما باقيين يلقاهم، وانا كنتحدى اي واحد يقول لك راه غادي يجي يطلع هذا ولا يجي يدير باش يلعبوا لي ولده. انا كنقول لك هذا وانا عارف شكون اللي داروا هذه الوسائل. ولا ذاك المسير ذاك المدرب ولا كيطمع بات هذاك الدريب باش يلعبوا، وذاك اللي ما عنده لا ريال لا جوج باه ما عنده شيء وما كيعطي عليه كيديروا رون بلاصو، ولا حتى في الماتش ديال لونترينمون بعضياتهم يديروا اليكار في اتجاه ما بكري. لا الا كنتي مزيان تلعب، ما كنتيش مزيان راك تريني تيجيب الله لك الوقت. اذا كنشكروك سي البان، كاين شي اضافه سي حسين؟ إضافة اللي كينا بالنسبة لمدرسة المجد يمكن هي الذكرى الوحيدة اللي كينا هنا بمدينة المحمدية اللي كتذكرنا بالمرحوم با عبد القادر. إذا هذا إرث ديال المدينة ماشي ديال ولي. كيفاش دابا أنت وأنت حامل المشعل ديال أول مدرسة أسست في مدينة المحمدية ديال با؟ أنا قلت لك في الأول يعني كان واحد الخوف كبير، بعدا خوف كبير لانك كنت بعيد من الميدان، يعني ميدان ديال التسيير انا كتسير لا ما يعني لا علاقه لي بهذا الميدان هذا. ولكن كما كنقولوا ملي كتلقى واحد الرجال اللي دازوا في جنب با عبد القادر كتلقاهم في جنبك مدوا لك يد المساعده، والاخوان اللي مروا كما كنقولوا في التدريب ولا في التأطير عند با عبد القادر يعني في بلايص اخرى ملي كتلقاهم هما كيمدوا لك ثاني يد المساعده. اذا هنا كان واحد شويه سهلت عليا الامور في التواصل، لان التواصل كيكون اهم شيء باش تقدر توصل انت الافكار ديالك. ولكن كتبقى دائما المبادئ الاساسيه والقاعده الاساسيه اللي بنى عليها المرحوم با عبد القادر مدرسه المجد هي اللي باقى الحمد لله محافظين عليها. وكيف ما كتعرف كنطلبوا من الله ان هاد الارث ديال وليدات المحمديه انه يستمر، لان هذا هو اللي باقي كيربط. يمكن كنقول انا باقي كيربط الناس المحمدية بالذاكرة الرياضية اللي هو المرحوم با عبد القادر مربي الأجيال الأب الروحي، يعني هي عديد الألقاب اللي تسمى بها المرحوم. يعني الخير ديالو الحمد لله احنا كنجنيوه في المحبة الناس، المحبة الناس للمرحوم با عبد القادر. يعني ما حقيقة ما كناش كنشوفوها هكا، لان حنا كنا محدودين في العلاقات ديالنا، لان الخدمه الدار هذه. ولكن ملي خرجنا هو عايش العالم ديالو بوحدو لان كانت التربيه كانت الام هي اللي كانت كتربي. يعني المرحوم يمكن عطى الوقت ديالو كلشي للوليدات في دارها. حنا وقتاش عرفنا المرحومه باش هذه اللي خص. يمكن العلاقه ديالي انا مع المرحوم با عبد القادر كانت منين مرض ولقى راسو بوحدو تما، فين يعني عرفنا احنا كابناء با عبد القادر اللي من الصلب ديالو عرفنا شكون هو با عبد القادر في الدار. يعني ديك المعاناه ديالو اللي كان هو كيقول كان كيتمنى انه يشوف ديك الزيارات ديال الناس اللي لعبوا ولا كان مكتب ديال الشباب ولا هادي يشوفهم عنده، يعني يحسوا بديك داك العمل اللي دار تما. مسكين فين هو كما كنقولوا تهرس بزاف، انه تنكروا ليه وهنا كان كنت كدوش عليك في بعض اللحظات ما يمكنش تشوف الاب ديالك كيبكي حسرة على الواقع اللي اصطدم به في المرض ديالو.